اصطدم قطار ركاب بقطار نقل بضائع في البحيرة اليوم، ما أسفر عن سقوط 17 حالة وفاة وإصابة عشرات آخرين. وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أن القطار خرج عن القضبان أمام قرية أبو الخاوي بمركز كم حمادة في محافظة البحيرة، ما أسفر عن وقوع الحادث. احتكاك عربتين من عربات قطار الركاب رقم 678 بعربة من عربات قطار البضائع وخروجهما عن القضبان كانت السبب في الحادث الذي وقع اليوم أمام قرية أبو الخاوي بخط الملاشي في محطة الطيرية مركز كم حمادة التابع لمحافظة البحيرة، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وبالتعاون مع الأهالي لنقل الضحايا والمصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات بدر وإيتاي البارود. الحادث حتى الآن نتج عن وقوع 10 وفيات ب 15 مصاب. يعني بنتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل. 15 مصاب وصل 15 مصاب تم نقلهم بواسطة طائرات الإسعاف إلى المستشفيات. طبعا الأعداد مرشحة للزيادة وده بيبقى طبيعي في مثل تلك الحوادث. احنا بنتكلم على أعداد مبدئية، حصر مبدئي ومازال جاري حصر الأعداد. رئيس هيئة السكة الحديد سيد سالم ووزير النقل هشام عرفات انتقل إلى موقع الحادث المعينة، كما توجهت قيادات أمنية وشرطية للموقع لبدء تحقيق موسع حول أسباب الحادث وملابساته. هذا وما زالت غرفة عمليات وزارة النقل تواصل جهودها بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية لحصر المصابين والمتوفين بالحادث. من جانبها تابعت وزيرة التضامن غادة والي الحادث ووجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم من خلال فريق الإغاثة بمديرية التضامن بالبحيرة.